عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد الكسوة تركية، هنايا طويلة حتى لتحت، غنديرها ليا هاد الكسوة، نفصلها على القياس ديالي. هنايا عندي في هاد التفصيلة عندي فيها 2.5 متر، هو هذا هنايا 2.5 متر، هذا هو الطول وهذا هو العرض. وطويت هنايا هذا الحاشيه ديالهم، درتها جهتي هنايا، وهذه الجهه ديال اليمين كنخليها زايده على الجهه ديال الشمال، تكون زايده عليها بواحد، هنا غادي نخليو 1.5 سنتيم ديال الخياطه في الشمال، وهنا غادي نخليو 8 سنتيم باش غادي ندير هنايا الصدايف. وغتكون عندي صدايف شادين غير من الحزام الفوق في الصدر، واحد 4 ديال الصدايف ولا 3 كيتحلو ويتسدو، ولتحت يكونوا بحال غير ديكور، غير محطوطين من الفوق. داكشي علاش انا ما نخليش الجوايه بجوج فيهم 8 سنتيم، نخليه في الجهه ديال اليمين. هانتوما ان شاء الله الا تبعتوا معايا غتشوفوا الطريقه كيفاش غنديرها في الفصاله ولا في الخياطه من نجي نخيطها. هاد الطريقه علاش؟ باش ما بغيتهاش تجي كتحل حتى لتحت، بغيتها تحل حد الحزام، ما بغيتهاش تحل حتى لتحت على حساب الصدايف ملي كتجلسي ولا هذا كيبقاو يتحلوا. هنا غنحط اول حاجه، نحط الطول ديالي، عندي في الطول 144، هيا وغادي نزيد واحد 4 سنتيم ديال لوغلي من تحت، سنتيم كيمشي من جهه الكتف، وكيبقى لنا من تحت 3 سنتيم. هنا درت الخط ديال الكتاف، هنا فين غنحط الكتاف، ودرت الخط هنايا فين غادي نحط العبارات ديالي، غنشد من هاد الخط هذا اللي هنايا هاد الزرق، وغادي نشد العبارات ديالي. هذا هنا 1.5 سنتيم خليته في الجهه ديال الشمال ديال الخياطه، عندي في الكتاف 41، 20.5 غندير في الكتاف، ونزيد سنتيم ديال الخياطه، انا هبط 3 سنتيم هنا، وغادي نهبط هنايا داكشي اللي عندي هنا، غنحب انا نهبط به هنا. انا غادي نحط العبار ديال الصدر ديالي، عندي في الصدر 28، وغنزيد 1.5 سنتيم ديال الخياطه، نطلع هذا الخط هذا نصيلو مع هنا، انا هبط 14 وهنا غنهبط 14. هذا النقطه ديال البطن، غادي ندخل على الصدر 2 سنتيم، الحوض عندي 31، نزيد 1.5 سنتيم ديال الخياطه. هذه كما قلت لكم راها قاعده كناخذوها، الا لا كانت الكليانه ولا اللي غنخيطوا عليها طويله بزاف، راه كنزيدوا في هذه المسافه هذه، كنهبطوا حتى ل 18. بحال بنتي فيها 1.50 متر مثلا في الجلابه ديالها، كنهبط لها 18 هنايا. غادي البيستولي غادي نحطها هنايا، وغنربط هذه النقطه هذه مع النقطه هذه، غادي نقلب البيستولي عندي، وهاد النقطة مع هاد النقطة ديال البط، هنا الدورة ديال العنق غندير فيها 7، وغنهبط هنا 2 سنتيم في ديال الخلف، ونطيح الكتاف ديالي 3 سنتيم اللي درت هنا في الأول. هنا في الإفازي غادي ندير فيها، غندير 41، مبغيتهاش تجيني إفازي بزاف، غنجيب هاد المسطرة الطويلة وغادي نصل هاد النقطة ديال الحوض مع النقطة اللي درت هنا لتحت.
كما شفتوا هنايا راه كنفصل الامام، غادي ندورو دابا عندي هكا، نرد هاد الجهه ها وهاد الجهه اللي رقيقه ردها للفوق على هاد الشكل، وغنجيب الضوفات ديالي ديال الامام عليهم غادي نفصل الخلف. صافي كنبقاو طالعين بهم حتى كنقادوهم مع هاد الخط هذا، يجينا مع الظهر نيشان، وهذا يجينا هنا في التالي، هاد الخط هذا يجينا مع هاد الحرف هذا ديال الظهر، يجينا مع هاد الحرف هذا، وهاد 8 سنتيم اللي خلينا هنا زايده غادي نخرجوها هكا تجي خارجه، هاد الخط هذا يجينا مع الظهر نيشان. هنا غادي نزيد واحد 2 سنتيم هنا في الخلف، في هاد الضوفات ديال الخلف، هنا غادي نجيب هاد المثلث غنحطو هنايا غنقادو باش ندير خط، ندير خط مستقيم حيت عندي هنا التوب ما مقادش، وغادي نجي لهنايا وغادي نطلع واحد 2 سنتيم باش ما تجينيش القسوة طايحة من جناب، جوج ولا حتى ثلاثة، وهاد النقطة هادي غنصلها لهنا للمنتصف. هنا غادي نحيد الخلف، هو هذا غادي نحيدو ونخلي هادو ديال الامام، غادي نهبط هنا 14 وغادي ندخل 2 سنتيم وغادي نسيلها لهنا نخرج هنايا زيرو، وغادي ندورها هكا بيدي ونخرج هنا زيرو، وغادي نحيد هاد الزوائد اللي عندي هنايا. هنا هادشي هذا كنحيدو باش ما كتبقاليش داك الكشكاشه اللي كتكون هنايا. هنا غادي نهبط غندير 9 ديال السنتيم الدوره ديال العنق وندور هكا غير بيديا، صافي هنا راه كنمشي خط مستقيم حتى كنوصل لهنايا عاد كندور. صافي دابا غادي نعبر هاد الدوره ديال التركيز ديالي شحال فيها، فيها 29 28. هنا غادي نطراسي البلايص ديال الجياب ديالي باش يجيوني ساهلين في الخياطه نلقاهم مطراسين. هذا هو الخط ديال الحزام، هنا فين كانت عندي النقطه ديال الحزام وهذه النقطه ديال الحوض، غادي نهبط على الخط ديال الحزام ونهبط عليه واحد شويه باش يجيني الجيب هابط لتحت شويه، نهبط عليه واحد 5 سنتيم هنايا وغنحط الجيب ديالي، غادي نبعد على الخياطه ديال الكوطي ديال الجناب، غنبعد هنا واحد 11 سنتيم هكا، وغنديرو بحال اللي مايل وغنميلو لهنا شويه، ندير 15 وهنا غندير غير 8 من هاد الجهه هادي، صافي هذا هو الجيب ديالي. غنطراسيه في الوجه دابا، صافي راه طراسيته هنا في الوجه، غندوز نفصل الكمام، هذا هو الطرف اللي شاطلي، راه شاط طرف كبير دا راه يدير لي الكمام ويشيط.
هنا راه طويته على 4 كما شفتوا معايا هنايا. غنحط العبار ديال الكم ديالي. هنا دايره 24، ها هي فين هي 24، وغادي نهبط هنايا 12. عندي في الطول ديالكم عندي 59، هي 59، وغنزيد واحد 3 سنتيم ديال الغلي، 14 سنتيم في راس الكم. هنا غادي نسير بخط من هاد النقطة لهاد النقطة. كما شفتو هنا راه عندي 27 هنايا، راه واخا درت هنا 24 في العرض كما كتشوفو، راه هنا علمت في هاد البلاصة هادي 24. فاش كنهبطو هنايا هاد 12 سنتيم ولا 13 سنتيم كيتزادونا هنايا، غتزادني هنايا 3 ديال السنتيم تزادت صافي. هنايا غادي نخد الدراع ديالي، عندي 21 في الدراع، غندير 22، هي جياني هنايا. وهاد المسافة هادي اللي عندي هنا راه غادي نقسمها على جوج، وهادي حتى هي كنقسمها على جوج، وهادي على جوج. كنخرج من هنا سنتيم وكندخل من هنا سنتيم كما شفتو. هنا غنقادها غير بيديا هكا، كنجيب هاد النقطة اللي في المنتصف اللي قسمناها هنا على جوج، وكندوزها على هاد النقطة هادي اللي هنا صافي. هنايا راه ولات عندي 28، راه فاش كنديرو هاد الطلعه هنايا وهاد الهبطه هنايا راه كيتزاد لنا عاود سنتيم صافي. هادو هما الكمام ديالي، غنجي لهنايا غنعلم هاد الجهه هادي، نحلهم هكا، وغادي نقص من هنا واحد السنتيم الجهه اللي غتكون جهه الامام. غادي نفصل دابا الكول، غندير كول شوميز، هي فين جياني 24، غندير فيه 24، هنا غادي نخرج 3 سنتيم، غادي ندير هنا في العرض ديالو 10 سنتيم بالخياطة بكلشي. هنا هاد 3 سنتيم اللي خرجت بيها لهنا غادي نصيلها لهنايا، هاد الجهة هادي اللي كتكون لاصقة من جهة الأمام راه كندخل فيها واحد السنتيم هنايا، كنوصلو غير للمنتصف صافي، وهنا غير كنفتح. غادي نجي لهنا ندير كرانة في المنتصف باش من نجي نحيط نعرف المنتصف فين هو صافي. هذا هو الكول ديالي. هنا غادي نقطع واحد 4 ديال الطراف للجياب، كندير هنايا فيهم واحد 20 سنتيم في العرض ولا 19، هنا عندي 19، نزيد شوية. صافي انا هنايا كنخليهم غير هكا حتى كنخيطهم، عاد كننقص منهم وكنقادهم، نحلهم حتى من هنايا. فاش كنخيطهم عاد كنقادهم على حساب الجيب، كندير لهم هكا داك الدوره
داك الدوره ديال الجيب لهذا الشكل هذا صافي. وداك الساعه كنقطعهم كنحيد هذا الشيء هاد الزوائد وندير لهم السورجي ونولي نعاودو بالخياط. هنا غادي نقطع داك القطعات ديال الجيب باسكوال اللي غادي ندير، راه خيطته معاكم دايره فيديو ديال الطريقه ديال الخياطه ديالو. غندير فيهم في الطول غندير 19. هنا غنطلع خط هكا مستقيم وغندير 7 في العرض. هنايا كنقص منه 1 سنتيم من هاد الجي باش كيجينا مايل وصافي، غير كتجميل وصافي، لو مبغيتوش ديروه ما ديروش. وغنقص من هاد الجهه هادي العكس ديال هادي صافي على هاد الشكل باش كيجي داير بحال اللي مايل صافي. ان شاء الله ندوزو للخياطه. كما شفتوا راه شاط ليها الطرف هذا، هذا الثوب هذا المنكب ديالو زايد شويه، داكشي علاش شاط منه هاد الطرف، فيه 1.60 متر في المنكب. ان شاء الله ندوزو للخياطه باش تشوفوا معايا طريقه الخياطه ديالها. نتمنى يكون عجبكم الطريقه ديال الفصاله وتتبعوها، راه ساهله. والسلام عليكم ورحمه الله.